في للنشر هذا الأسبوع هدايا سرية تبادلها سياسيون وأعلاميون وفنانون، وللنشر يكشف مضامينها. بطاقات معايدة وزعت في الشارع والمواطنون حملوها طلباتهم من السياسيين. للنشر أطلق أكثر من صرخة قبل العيد، بينها إنقاذ حياة الطفل حسين، إيجاد مؤسسة ترعى طفلين سيسلم والدهما نفسه للقوى الأمنية، ومساعدة راقصة لبنانية رومانية لإنقاذ والدتها. للنشر مع طوني خليفة، السبت بعد الأخبار على الجديد.